29 دقيقة. مرحبا بكم في استاد الحياة وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93، تنجموا تسمعونا على 98.9 في بث مشترك مع إذاعة بلاتين في موبيان، تنجموا تسمعونا على السيت ويب www.الحياة.fm.net. بلاتو استاد الحياة كالعادة كيما تعودتوا به من توا حتى للخمسة متاع العشية مع أبرز الأحداث الرياضية في تونس في مختلف الاختصاصات. اليوم إن شاء الله في الحصة باش نواكبوا المباراة الودية اللي تجمع حاليا شبيبة القيروان وضيفه هلال مساكن في إطار استعداد الفريقين لعودة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع زميلنا سيد طرابلسي، والفقرة اللي تعودتوا بها إن شاء الله سبيسيال تنس مع المدير الفني حمدي شريف، آخر الأخبار المحلية والوطنية والعالمية ومتابعة لمباريات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس نسخة الهادي شاكر، قراءة فنية لمباريات الترجي والاتحاد المنستيري في المسابقات الإفريقية مع محللنا الفني سي شكري بلاكحل، وزميلنا عبر الهاتف إن شاء الله بعد قليل فهمي البرهومي إعلامي رياضي بإذاعة موزايك، وأكيد الحديث على المنتخب الوطني التونسي للأوسط اللي يواجه يوم غد الاثنين المنتخب الزامبي 6 متاع العشية ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس أمم إفريقيا المقامة بمصر، والحديث على الرابطة الجوية وصعود الأمل الرياضي ببوحجة للرابطة الثالثة مستوى ثاني قبل زوز جولات من نهاية البطولة. ألف مبروك مرة أخرى للأمل. باش يكون معنا عبر الهاتف رئيس الفريق سي منعم الثايري وكذلك مدرب الفريق سي لسعد عبد اللاوي، إضافة إلى عدة مواضيع أخرى في البلاتو من توا حتى للخمسة متاع العشية. نذكر في البلاتو باش يرافقني في تأثيث الحصة نوفل الشرطاني في الإخراج التقني، محمد سيف الدين بولعريس في الإخراج الرقمي، أنصر الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي خيرتوا 93 ولا 98.9 في بث مشترك مع بلاتينا فام. ما نطولوش عليكم، نتحولوا مباشرة لملعب حمد العواني بالقيروان وين متواجد زميلنا سيد طرابلسي لمواكبة لقاء الشبيبة القيرواني وهلال مساكن في المقابلة الودية. مرحبا بك سيد. مرحبا بك عبد الله، تحية ليك ولكافة مستمعي الحياة فام بالفعل موجودين في ملعب حمد العواني بالقيروان اللي يحتضن اليوم مباراة ودية بين الشبيبة الرياضية القيروانية وضيفه الهلال الرياضي بمساكن. أكيد مباراة تندرج ضمن تحضيرات الزوز شرق لمرحلة إياب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مقابلة تقريبا عندها حوالي 17 دقيقة منذ البداية والتعادل السلبي 0-0 بين الشبيبة الرياضية القيروانية وضيفه هلال مساكن. هاو نعطيك بسرعة تشكيلة الزوز فرق بالنسبة للفريق الضيف. هلال مساكن يمثل اليوم كل من عبد الحق البدوي، إيهاب عبيد، بولباب المخلوفي، أسامة الزرقا، سيم الجاسمي، سامح العشي، ريان تريعة، سيف كتيب، بالقاسم المهذبي، حسام المخينيني، عزيز بوقديدة، والمدرب هو محمد الدريري. على بنك الاحتياط نلقاو كل من صالح البعيلي، حمزة أجويدر، حمزة أزعد، أمين المثلوثي، لطفي الديلي، ريان الجزاح، تامر العتيبي، صالح انجاز، ونعيم بودينار كما قلت، والمدرب هو محمد البريري. بالنسبة لتشكيلة الشبيبة الرياضية القيروانية ومدربها مدرب عصام المرديسي لخير اليوم يبدأ بالتشكيلة التالية: علي الفريوي في حراسة المرمى، جاسر بن عتيق، قنياس الماجري، نذير عبد النبي، تامر نويرة، عصام الخلالي، اسكندر النفاتي، صادق الجمالي، يحيى المتيري، سليم المزليني، والفايد بن حسين. على بنك الاحتياط نلقاو امين الحزبي، محمد امين الغابي، يوسف او اسكندر السورياتي، حسين بن صالح، نجد الهلالي، فراس بن عثمان، يوسف الكسراوي، احمد الفزاني، وحسام الخلالي. في الحقيقه تشكيله الشبيبه اليوم يغيب عليها كل من محمد الفالح واحمد الترابلسي، وكذلك تواصل غياب عبد الرحمن الربعي في فتره التاهيل، ان شاء الله بعد جزء اسابيع باش يرجع للمجموعه والتحق ببقيه التمارين. طاقم تحكيم المباراه عبد الله يتكون من حكم الساحه يوسف الحامدي، مساعد اول انيس النووي، ومساعد ثاني عاطف العاشوري. تقريبا 20 دقيقه منذ بدايه المباراه ما شفناش حاجه كبيره على مستوى الفرص وعلى مستوى الاداء الفني للزوز فرق. تقريبا التسرع اغلب على الزوز فرق وغابت الفرص الى حدود دقيقه 20 فقط. نذكر انه الشبيبه الرياضيه القيروانيه كانت انهيت طرابلس تحضيري في مدينه سوسه اليوم باجراء مباراه وديه ضد هلال مساكن اللي في الحقيقه يحتل المرتبه الخامسه في المجموعه الاولى برصيد 14 نقطه، وكذلك تحول الى القيروان من اجل الوقوف على
استعدادات بعض اللاعبين سواء اللي دخلوا في التشكيلة الأساسية وإلا اللاعبين الاحتياطيين اللي باش يتم إقحامهم بعد أكيد تقدم توقيت المقابلة. دونك عبد الله الحضور الجماهيري كيف في نفس الإطار تقريبا ضعيف لهنا في ملعب حمد العويني بالقيروان، حوالي تقريبا 300 و400 محب من جماهير الشبيبة الرياضية القيروانية الحاضرين في ملعب حمد العويني. نلعب تقريبا 22 دقيقة لعب منذ بداية المباراة والتعادل السلبي 0-0 في أولى المداخلات عبد الله من ملعب حمد العويني. أكيد إذا تم تغيير في النتيجة باش نرجعوا ونوفيوا به السادة المستمعين في المباراة الودية اللي قاعدة تدور حاليا بين الشبيبة الرياضية القيروانية وضيفه هلال مسكر. عبد الله بسؤال أخير السيد ونخلي لك الخط مفتوح، زوز لاعبي الشبيبة القيروانية مش متواجدين في التشكيلة، محمد الفالح واللاعب أحمد الترابلس، هل أنه سبب الغياب الثنائي هذا لأسباب صحية أو لأسباب فنية؟ لأسباب صحية في الحقيقة، غيب اليوم محمد الفالح وأحمد الترابلسي والموجودين بزيهم المدني ويتابعوا في المقابلة كيف عبد الرحمن الربعي موجود على المدارج هنا وقاعدين يتابعوا في المقابلة، أكيد إن شاء الله وقت اللي يتناسلوا للشفاء ويتعافوا من الإصابات باش يكونوا على ذمة الإطار الفني وإن شاء الله يقدموا الإضافة المجموعة الكل للشبيبة الرياضية القيروانية في مرحلة الإياب اللي تبقى مرحلة مهمة أكيد في علاقة بتحقيق النزول والعودة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعود نذكر بالتوقيت والنتيجة تقريبا 25 دقيقة لعب منذ بداية المباراة والتعادل السلبي 0-0 بين الشبيبة الرياضية القيروانية وضيفه الهلال الرياضي بن سكن. عبد الله واضح السيد الخط مفتوح في انتظار تغيير أي نتيجة في المباراة، تنجم تتدخل والخط مفتوح لك أنت مباشرة من ملعب حمد العويني بالقيروان لإطار المقابلة الودية تحذيرا لعودة الرابطة المحترفة الثانية بين الشبيبة وهلال مساكن. إلى حد الآن التعادل السلبي 0-0، ونذكر بنتيجة الأشواط الأولى لمسابقة كأس تونس الدور ربع النهائي نسخة الهادي شاكر. نادي الصفاقسي ينهي الشوط الأول متقدم على الأولمبي البيجي هدف مقابل 0. الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه ينهي الشوط الاول متعادل امام النادي الافريقي 0-0، والملعب التونسي ينهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي مع نجم المتلاوي هدف مقابل هدف. وفي اطار المسابقات الافريقيه كاس الكاف تي بي مازمبيل كونغولي والاتحاد الرياضي المنسيري ممثل تونسي لحد الان 37 دقيقه لعب والتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. في انتظار نرجع بعد قليل مع نهايه الشوط الاول بالنسبه للشبيبه وهلال مساكن، وفي صور تغيير نتيجه السيد الترابلسي يكون معنا في المباشر بعد قليل باش نحكيو على الفقره اللي استانستوا بها سبيسيال تنس مع المدير الفني لنادي تنس بالقيروان حمدي الشريف. لكن قبل هذا نمشيو مع الموسيقى ثم ما زلنا مواصلين في استاد الحياه.